نورا الهواري من مدينة أزرو، 29 عام، كندير لا ميكانيك، ميكانيك السيارات. في البداية ديالي أنني ما كنش زعما كنتوقع أنني غادي ندير لا ميكانيك ديال السيارات، لأنني كنت كنشوف في الأول أنها كانت غير حكر على الرجال، ولكن قلت علاش لا، يمكن حتى أنا نديرها. المهم دخلت سميتو السونتر ودرت ديبلوم ديال لا ميكانيك، بحكم انني كانت عندي رغبه باش انني نعرف كيفاش كتخدم الطوموبيل وكيفاش كتمشى وعلاش وعلاش لا نعرف كيفاش ندير نخدمها وكيفاش ندير نصلح الاعطاب اللي فيها. بالنسبه للوالد ديالي متوفي، ولكن كاينه الوالده ديالي، هي ما عرضتش الفكره، هي قالت لي خذي راحتك ديري اللي بغيتي. الاخوه ديالي كانوا في الاول قالوا بانه ما غاديش نقدر نكمل، قالوا صافي غير سيري تقراي، لانه بديت في الاول في العام ديالي الاول في لاميكانيك مع 28 دري، كنت انا الوحيده اللي بنت. كانوا كيقولوا بانه ربما غادي واحد النهار غادي نعيا، كما كنقولوا غادي نعيا وغادي نوقف، ما غاديش نكمل في داك المجال. ولكن انا كملت وهاني مازال كاملة وغادي نبقى كاملة إن شاء الله. الأصدقاء ديالي كانوا متقبلين الفكرة، وأغلبية ديال الأصدقاء ديالي النيت كانوا معايا من النيت في نفس المجال نفس الخدمة، يعني ما كانش كتجيهم شي حاجة غريبة ولا، بالعكس كانوا كيدعموني وكانوا معايا دايما. انا اختاريت لا ميكانيك وما كنظنش انني غادي نتقبل انني نخدم في شي مهنه واحده اخرى، واخا تكون بنفس الثمن ولا زعما راحه اقل ولا. انا اختاريت واحد الحاجه كنبغيها وغادي نستمر فيها. جاوني ديجا عروض باش انني نخدم، ولكن ماشي في المجال ديالي، في مثلا المجال ديال البياس، انني نبيع ونشري في البياس ديال روشانج ديال الطوموبيلات، ولكن انا ما قبلتش، لانه انا بطبيعتي كنتحرك بزاف، عزيزه عليا نتحرك، نخنش في الطوموبيل، نشوف حوايج جداد، نتعلم حوايج جداد. اللي زاد شجعني هو انه في المواقع الالكترونيه وخصوصا الفيسبوك، فاش نشرت الصوره ديالي وانا كنخدم في لا ميكانيك، وبالضبط الصوره اللي كنت كنخدم في لاطولوري، لقيت بزاف ديال الناس اللي شجعوني ودعموني وقالوا لي استمري. واخا زعما التشجيع ديال الناس وبزاف ديال الاصدقاء اللي دعموني، ولكن كنلقى صعوبات بزاف باش انه الناس يتقبلوني انني بنت وخدامه في كراج ديال لا ميكانيك. كاينين ما نقولش كلشي، نقول البعض اللي ما كيتقبلوش انه بنت خدامه في الكراج، لانهم كيعتبروها بحال راه جايه كتقلب على رجال، ماشي جايه كتقلب على خدمه ولا باغيه تثبت ذاتها في واحد الخدمه اللي هي عاجبها. كاينين اللي كيطلبوا مني الرقم ديالي ولا كيقولوا لي زعما نتواصلوا معاك على حساب الخدمه، ولكن هما كيتواصلوا على حساب حاجه اخرى. كنت في الخدمه ديالي كنشتغل عادي، واذا بيا فاش كنت داخله كنتفاجئ بواحد الكليان كيقول للمعلم واش كتخدمها بالنهار وبالليل. تما بقى فيا الحال وما عجبتنيش وما ما تقبلتهاش، لانه اي واحد في المكان ديالي ما غاديش يتقبل باش انك انت غادي على ود باش تخدم وكتكرفص وكتضرب تمره كما كنقولوا، علاش باش تزيد تعلم وباش تخدم واحد الخدمه اللي انت مرتاح فيها، واحد اخر كيعتبر انه راه انت راك غادي على واحد الحاجة أخرى اللي أنت ما عندكش في البال. ربما بنتي تختار لا ميكانيك، غادي نقول لها ديري اللي بغيتي وديري فاش ترتاحي، ولكن غادي نعطيها بزاف ديال الحوايج اللي أنا دزت منهم، بزاف ديال التجارب اللي أنا دزت منهم اللي غادي ينفعوها من بعد، ولا غادي يخليوها تعرف بأنه أشنو كينتظرها في هذا المجال. بل الأحلام ديالي فهي متعلقة دائما بلا ميكانيك، بالسوارت، بأنني ندير كراج ديالي، وعلاش لا نكون معلمة ونثبت لدوك الناس اللي كانوا كيقولوا بأنه بنت ما يمكن لهاش تخدم بلا ميكانيك، أنا غادي نقدر نخدم بلا ميكانيك، علاش لا. وأي واحد يتقبلني كما أنا ويتقبل خدمتي كما أنا. بمناسبة عيد المرأة اللي هو في 8 مارس، كنبغي نقول لجميع البنات والعيالات أنهم يديروا الحاجة اللي بغاو، وأنهم يتبعوا الحاجة اللي مرتاحين فيها بلا ما يديوها في هضرة ديال الناس ولا شنو غادي يقول المجتمع ولا كيفاش غادي يشوفهم هما المجتمع. المهم هو كيفاش كتشوفي انت راسك وفين كتشوفي راسك وفاش كترتاحي وشنو كتبغي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.